اسمعوا انت وياها. ايش بدي اقول لهم؟ يو كم اوكي اوكي. هلا هلا مناحي، حياك الله. مسيك بالخير. مسيك برضا. يلا حيا حيا الله ولد الاخ والقطوع. اللي ما يجي لين نرسل له مرسول. والله يا عم انا ماني بقطوع، لكن عاد لا تعلق بالشغل، كلنا عندنا شغل. مو بالشغل يا عم، بس انت تخبر اخر مره. اخر مره طلعت من بيتك تقل مطرود. عودنا على طير يلي يا مناحي، ما نسينا الموضوع. لا بالله يا عم ما نسيناه، وانا بالذات ماني بناسي. لا انا وش فيني، ماني برجال. يا مناحي يا مناحي، انت رجال وكفو. لا صرت رجال وكفو، ليش تردني عند بنت عمي شهانة؟ انا ما رديتك يا مناحي، انا ما رديتك، بس انا حطيت كلمة للرجال وانت تخبر يا ولد اخوي. الرجال لا عطى كلمة لازم يوفي بها، الله يهديك. يا عمي الله يرضى عليك، تدري اني ابي بنتك. انا بعرس يا عم، بعدين لو كمعطيها الوحدة احسن مني. ما والله اقول شيء، لكن عاد العقاب. وش فيه عقاب رجال؟ لايم مع ابوه مطيع الوالدي. ما علينا، انا سويت وراك ابيك تقف معي. ابشر بساعدك يا عم، وش تبي امر؟ اليوم عندنا ضيوف وابيك تجي وتقف معي. ابشر بس سعد، انت كل يوم عندك ضيوف، ليش اليوم ناديتني؟ اليوم الضيوف واجدين وابيك تجي وتقف معي وتشب النار وتقهوي الرجاجيل ومثلك خابر. وش هم هالضيوف ذولي؟ وهم من الجماعة؟ الا من الجماعة، عقاب وابوه وبعض الربع. بعد اليوم العرس وتبيني اباشر على عقاب وابوه؟ ايه ابيك تقف معي وتقهويهم. هذا البيت ما هو بيتك وضيوفي ما هم ضيوفك انت. الا اليوم، تعذرني في ذي يا عم. افا وش ذا الحدث يا مناحي، تعصى عمك؟ يا عمي انا ما عصاك، بس انت خابر. عقاب هذا انا ما داني اشوفه، مالت عليه. عيب، هذا من الجماعه وابوه صديق لنا من يوم حنا صايرين. انا ما قلت شيء، بس الظاهر يا عم انك معطيه عشان قروشه مو عشان طيب. وش الحتي؟ وش الحتي يا مناحي؟ هذا كلام تقوله لعمك؟ العذر والسموح، العذر والسموح يا عم. أجل خلاص، اللي يقوله تسوي. أفح عليك يا ولد أخوي. خلاص ابشر باللي تبيه يا عم. إيه ونعم والله بمناحي. يجي يا ابن الحلال، وش فيك انت؟ وين يجي يا بنت الحلال؟ لا صار لي شهر وانا وصيه لا يتأخر. اليوم عرسه يا ام عقاب. وين القاها الحين؟ في اي جبل؟ في اي شعيب؟ اصبر يا ابو عقاب، اصبر. الرجال يحترين هناك بيدفع لنا المهر، ما صدقنا وابو شهانه يوافق. ام عقاب يجي يا ابو عقاب. وين يجي؟ ما تخبرين العام يوم يطلع ويغاب ثلاثة أيام، ويوم لقناه ولا يدور ضبان وجربيع، ولا يوم طلع من الفجر وغاب لثالي النهار، ويوم جاوله كله ذمان ومعه جار وسارقيه من أمه المجري وعضته وقعدنا نعالجه يجي ثلاثة أشهر. لا تزعل يا أبو عقاب، لا تزعل. وش ما أزعل؟ أعطيني الدربيل،
اعطيني خلي ادور في الشعبان اشوف وين هو رايح. ابشر ابشر. عليك وعليك وعليك. نجيب. في وحوش في الصحراء يا نجيب. مليانه. عمرك شفت اشي انت؟ مليان اشي. مثل ايش؟ مثل ايش؟ يعني فيل. يا بحسن بالصحراء في فيل؟ يا عمي انا شو بعرفني انا بسألك. ما هو مش عارف كيف اقول لك انه اسئلتك غبية. ايه؟ فيل بالصحراء يا محاسن. الصحراء فيها حيوانات وحوش والغابة فيها حيوانات وحوش والفيل من الحيوانات اللي بتعيش في الغابة. انا شو بعرفني يا نجيب انا بسألك. اسألي عشان تستفيدي بفيدك. في الصحراء في غنم في جمال في اسود في نمور في اطباع في حياية. بس يا نجيب بس اشعرت اللي بدني بس. وانا اشعرت معك. ام حق شباب. بسم الله. يا بطن يا لبيه. على امرك اعطني قهوه وانا عمك. ابشر. تبيها بهيل ولا بمسمار؟ ما اشبعك. تعال تعال جنبي تعال. اقول تبيها بهيل ولا بمسمار؟ لا ترفع صوتك. انا قلت لك ما اسمعك هناك. وشو كل مره وش تصلي حابه؟ بالهيل. خلاص عطني بهيل. ابشر بساعدك. عجل. مالك؟ ما ماليش اشي. مش لو قعدتي في البيت احسن الك والي؟ ما انت ما قلت ليش انه في الصحراء وحوش والنمور واسوده؟ كان ما جيتش بالمره. ايه؟ خايفة من النمورة؟ ما انت بتخوف في غابة بحالها. استحي يا نجيب معانا ناس. ما حدا فيهم بفهم ولا بيعرف يحكي عربي يا هبلة. عندك لو سمحت. أنت بغيت تقول شيء وسكت. لا بالله إلا الظاهر أنت بغيت تقول شيء وسكت. لا أنت اللي بغيت تأتي وسكت. أقول الظاهر الربعك تأخروا. إي بالله تأخروا يا مناحي. مع أني محرصة أنه يجي قبل يجي أحد علشان نحاتي ونسولف موضوعنا. مناحي غاديك تزرقهم وتناديهم بسرعة يا أخوك. بعد بعد ما بقى اللهي. تبيني بعد أروح أجيبه بيدي؟ خلاص 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 خلاص. هلا 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 ابو ظهري. يا هلا هلا. هذولا تاخروا. اقول يا ابو ظهري وش رايك لو تفكر بالعرس؟ يعني خلاص حنا خالصين والرجال جاي يدفع الدراهم اليوم. فكينا من هالفوضى والكلام الفاضي. بس البنت يا ابو ظهري. انا ما عندي بنات يعترضن ولا حريم يدخلن في شغل الرجاجيل. روحي لقدورج وشوفي 10 رجاجيل ولا كلمة. يلا أبشر. بس لا تزعل لا تزعل يا أبو ظهري. ها
الدرب منا. ابشر ابشر. كيف ذبحني على الولد؟ يا ليتي من هو يلقى بنتي حلالين تقبر وتسكن بهالبراني. اي والله والله من ضيقة الصدر اقول وش فيني يا ابو طم. يا لبه يا لبه، اكثر من مره قلت لك لا تقول يا لبه الا اذا طحت. طح وقل يا لبي. على امرك. سولف علي وانا عمك. قصرت انا يا عمي. عجب يا ولدي يا قار، انت وين يا ولدي؟ يا ولدي انت وين يا قار؟ يا ولدي لا حول ولا قوه الا بالله. انت ما تسكتين انت؟ هذا ولدي يا ابو عقاب، ولدي يا جعلها الموت. يا ويلي يا عقاب، يا ويلي. وش تبين يمه؟ انت سمعت؟ وانت سمعتي؟ حتى انا سمعت. وانت وينك فيه؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا شين وينك فيه؟ ذبحتني من الصبح انا ادور عليك. انا هنا نايم يبا. انت هنا يا شين؟ ذبحتني الى متى؟ وانت مهبول الى متى؟ وش بك يبا؟ توخرنا على الرجاجيل. احد ينام يوم عرسه؟ احد ينام يوم عرسه يا عقاب؟ يا الله والله نسيت يبا. نسيت؟ ما لك عليك. اسمع ها، غسل وجهك ان شاء الله وغير هدومك ان شاء الله وارجع بسرعه ان شاء الله. راح اسمع ها. لياك تحكي عند الرجال؟ يا والله. لياك تحتمك؟ يا والله. خليك ودت ان شاء الله. فهمت؟ ان شاء الله. خليك ودت. وش ذا؟ ريحتي يلا يلا عليك وعلى الشارع اللي شفتك فيها. ايه 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 ماله هذا؟ اهلا
مليح هلا يخرب ويقطعنا هون. اهلا، اذا قطعنا لا بعرف اصلح ولا اتفاهم مع هدول. ايش ماله الباص يا نجيب؟ ايش ماله؟ ولا انت اللي مش عارف تسوقه يعني؟ طب اسكتي ولا حرف، شطبي. قال بعرفش اسوق. قال أقول أشوف كن ربعك هونوا. حط حطب، حط حطب يا عمي. أنا ودي أعرف أنت وش أنت شايف باقاب؟ صبق هوا، صبق هوا، بس صبق هوا. أبشر، بس أنا ودي أعرف وش معجبك فيه عقاب وأنت خابر. أنا ما أعطيت عقاب، أنا ما أعطي نبوه. وش تقول في أبوه؟ والنعم. وش تقول بعمه؟ والنعم. وش تقول بخاله؟ والنعم. وش تقول بعقاب؟ والتبن مناحي. يا عمي يا عمي، انت الحين بتزوج عقاب مو بوبو؟ يا رجال تراك مسختها يا مناحي، خلاص فكنا من ذا السالفه يا اخوك. خوش خوش رجال. هالحين غديت سكبه. اي اشوف افترت. اي ما شاء الله ما شاء الله. ناظر ناظر. اي زين 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 زين. ونبوك اسمع حينات، ها؟ لا منا رحنا للرجاجيل ونبوك. اقعد ساكت، لا تحكي، خلك ودت تسمعني. خي ما حكي ابد. تذكر تذكرك اليوم، يوم نروح البيت ابو بيت ابو طميل، اعرفه بيت ابو طميل. ايه 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 ايه. واعطيناهم الدراهم ووافقوهم يعطونك بنتهم. ايه. زين. ايه. ويوم خلصنا حسيت هونوا، تذكر؟ ايه يبا يوم التقبصني وقعد اصيح. اذكر يبا يوم التقبصني وقعد اصيح. يوم قالوا لنا تعشقت ماني متعشي، قالوا لنا تعشقت ماني متعشي. يوم رجعنا البيت طقيتني. ايه زين زين. اذكر 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 اذكر. زين لا تحكي خير شر، فهمت؟ فهمت؟ خلاص يا عقاب فهمت؟ خلاص فهمت. ولا كلمة أبد ولا كلمة، لا تتحزم أبد. زين؟ أبد والله. راغس رجليك يا عقاب، راغسلهن والبس حذيان وتعال. البس نعال انهج. شو بدي اسوي له هذا عشان يشتغل؟ الله لا كان جابه. شايفه؟ اعتذر له للدليل السياحي، اعتذر له للمرشد السياحي عشان يصير الكرسي لك وتقعدي مطرحه جنبي. عرفت كيف بدي اتفاهم مع هدول العالم؟ تفضلي حضرتك اتفاهم معاهم. اشوف اي انا شو خصني يعني؟ شو خصني؟ ما انت طول عمرك مع الخواجات وهيك مش قادر تفهم عليهم ولا كلمه يا فالح. ترفعيش صوتك؟ شو بقول لك؟ هلقيت احنا في الصحراء بمزع وجهك بدفنك هون. هلا هلا، تحكي جد ولا عشانك بنفرز يعني؟ اما انت لانك بتحكي جد، ان كانك رجال اعملها. لا بس عشاني بنفرز. اهو عد الخطة. سد تخليني اشوف شو بدي اعمل له. هذا يا ولدي يا مناحي، اللي اكبر منك بيوم اعرف منك بسنة. هذا لهم جو، هذا لهم جو. مناحي رح لابو زعناد ابي، رح رح رح. ابرك من قابل انت المهبول وابوه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا والله ومرحبا. والمهل ما يولي. يا هلا والله ومرحبا. استريح استريح استريح.
وشلونك يا ابو ضاري؟ بخير يا علك بخير، وشلونك يا عقاب؟ اقول وشلونك يا عقاب؟ انت رجال. اروح اجيب زود حطب. يا شين يوم يسلم عليك، يوم هو يسلم عليك ورا ما ترد عليه. وبعدين معك يا يوبا وبعدين؟ تراك فشلت عند الرجال. مرة تقول اعط ومرة تقول لا تعطي. حيرتني يوبا. يا شين لا منه قال لك واحد وشلونك؟ قل لي بخير عساك بخير وبس. يا هلا والله، يا هلا والله ومرحبا بعقاب وابوه، وشلونك؟ بخير عساك بخير وبس. عودنا للقبس يا يوبا. تفضل يا ابو ضاري، عاد حنا على ما قال اشهرينك انت. خير خير، غرض حاجه خدمه؟ ايش فيه؟ الحمد لله اجيت والله جابك يا اخي. شايف هذا الباص تبعنا وخرب فينا والاخوان والخوات سواح اجانب. هذه مرتي مش سواح ومش عارف اتفاهم ولا كلمه معاهم، ولا مرتي عارفه تتفاهم معاهم. سكت ايزي ايفريبادي بليز بليز. على كل حال انا عندي مشوار صغير اروح بعدين ارجع اشوف ايش نسوي. ايش الصغير واللي كبير؟ مش عاتقك، بروح وبرجع معك. ما انت عارف يا اخي صحراء وتعالب وضباع وحيايه. يا سكت ايزي ايفريبادي. قلهم كويت كويت بليز nothing just a minute. انا على كل حال بروح مشوار او will be back a few minutes. ها تكت ايزي. ها انا راجع بعد شوي. مع السلامه. ما تتاخرش علينا، الله يوفقك ورجعك بالسلامه. يا ربي ما يتاخرش، يا ربي ما يتاخرش، يا ربي ما يتاخرش. تعالوا معي على الباص، يلا معي على الباص. كم 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 يلا كم ثلاثين الف يا ابو عقاب. أنا شارين رجاجيل يا أبو ضاري. وأنا بعد شاريك يا أبو عقاب. بس عاد 30 الله يهديك. أجل نزودها خمسة يا أبو ضاري. ما هي بلات خمسة وعشرة يا أبو عقاب. أنا راد عنها ولد عمها، تعرفه مناحي. رجال أنت حط علي مناك. أنا أشهد والله، أنا أشهد والله يا أبو ضاري. لا تقعد تعذرب يا ابو ضاري. انا محذرب الله يهديك يا ابو عقاب. هسه الامور باينه راحت بخمسين. ما هي مساله دراهم الله يهديك يا ابو عقاب، انا شاريك انت. استوك بعيد. وانا اللي تقفاه وتقفاه، وانا اللي انقز عليه وحده وامسكه. اجل وهو اللي ينطلق مني مره اخرى. من هو ذا اللي ينطلق مني من شوي؟ اجل من هو اللي جاء؟ قب 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 قب. صلح شاهي ولا قهوه، يلا ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا والله. يلا حي. استرح 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 يا ابو زعل. استرح. هلا هلا والله. وشلونك الله يحييك؟ بخير عساك بخير، وشلونك انت؟ الحمد لله. اسمع، ترى يسلم عليك عمي ويقول انه يبيك ضروري. عاد بيني وبينك يا مناحي، هذه سوات اللي يسويها عمك ما لقى لها الخبر اللي يسعبل عقاب. نسوي عاد شكوى على الله، لكن عاد اقول لك انا اللي بيدي سويته، لكن ذبحني ذا البخيل، وش بيدي انا عاد؟ اي والله انت صادق، شكوى على الله، بس بيني وبينك روح انت ومالك علاقه عمك هالخبله بجي لمها الحين، لكن انا بتاخر عنكم شوي.
انت خابر ابي ابو طن بيسولف علي وبجي لمكم. طيب زين لا تبطي يا ابو زعيم. ان شاء الله امان الله. ابو طن ابو طن بفوجع رد رحمك بمخباك يا ابو عقاب. كم على السيارة كم؟ كم؟ يلا يلا امشي. طب يا اخي احنا كيف بدنا ندبر حالنا ونعرف طريقنا بهالعتمة؟ انت انا بمشي قدامكم وامشي وراي انا بمشي بشويش. طيب يلا بس البنات يركبوا بس البنات انتوا الشباب خليكم معي. يلا نمشي مشي. يلا انا ماشي بشويش قدام. ايوه على مهلك على مهلك على مهلك. تعال تعال. ايه لا تواخذه يا ابو ضاري وانت توك تعرف عقاب عاد هو بحسبة ولدك وتوه توه عمره 30 سنة وتوه يا ابو عقاب. وش 30 يا ابو ضاري ذيك من اول يوم 30 وعقاب توه يا ابو ضاري هو متى بيعقل لا صار 60 يا ابو عقاب. المهم يا ابو ضاري هذه 90. اعذرني يا ابو عقاب اعذرني الله يهديك يا رجال خذ يا مناحي منهم 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 يا سين وش يا مناحي يا مناحي يا مناحي يا عقاب يا وانا اللي اقوم واطرحه بالارض واجود يدينه اجيب واقوم وانقز على ظهر هذيك النقزه هد يا نقشر واقوم وافر راسه عن رقبته ليه ما قالت رقبته طقيق وش قالت رقبته طقيق اجيب وخلصت السالفه خلصت اي نعم خلصت اي خلصت السالفه اي نعم خلصت السالفه يا تذبك تبيني هالحين انقز عليك ذيك النقزه وامسك رقبتك وافرها لين تقول طقيق اسد في البر يلتذوب افو عليك وش دعوه يا ابو زعل عمرنا ما شفنا اسد الا في الصور قل بعير قل ضب والضب يخب عليك ان شاء الله يا ابو زعل خل عنك شرب الشاهي خله قم بنروح للعرس هالحين ذبحتنا خسرت دراهم في الشاهي قم يلا وكذب علي عندهم ان شاء الله قم يا هلا والله ومرحبا حي الضيوف الحقيقة يا شيخ وانا رايح لابو زعل لقيت الاخوان الباص متعطلن فيهم فقلت اجيبهم معي حياك الله يا اخي واحنا بنشكرك يا اخي عشان انقذتنا على هالخدمة الانسانية اللي مش ممكن ننسى لك اياها ابدا حنا ودنا نخلص سالفتنا يا ابو ضاري هذا وقته الحين اصبر يا ابو عقاب اصبر والصحيح لو بتنا الليلة في هالصحراء كان ابصر شو صار فينا احنا والشباب والصبايا يبا 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 ابي ابي حبه من هذول انا ما قلت لك اسكت ولا تحاتي ولا كلمة يبا اصبر اصبر كنت لا تعطي عند ابو ضاري عشان يزوجك بنته وتجي وتقول له يرقل لو انا اجي اقول له يرقل طلقتني ما يصير يبا يا حسين اسكت خلاص العذر والسموحة يا ابو ضاري على خير معلش حسن خير بس انت ايش اللي مطلعك هذه البنت ايش اللي بيطلعها
تعلم ولا ديب ولا ضبع اكلها، ما هي مسؤوليتي. ايش الهبل هذا؟ بعدين قولوا لي كل الولد هذا اهبل؟ اسكت ولا كلمة. ترفعش صوتك بعلم اجل وصل. هات من تقول يا جماعة يا جماعة. عيب عيب، انتم ضيوفي. خلاص احنا ما قلناش اشي. انا بسأل السؤال حرام، بقول كل الولد هذا اهبل؟ المهبول جابته امك. انت بس سيرة امي بقى يا رجل. ما جابت امك. افا عليك بس. عيب. افا علي كيف ما جابش سيرة امي؟ ترغل 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 وفي الاخر قال لي امك. يا والله لولا شيمة الرجاجين تشوف شيء ما يجوز. عوض من ابليس يا ابو عقاب. وش فيك انت؟ اقول لك لا تحسي لا تحسي. يلا راح البيت راح البيت. انهج انهج يا سيد انهج. يا ابو عقاب يا ابو عقاب يا ابو عقاب تعوض من ابليس الله يهديك. وش فيك انت؟ اي خليه زي ما قال له يروح الاهبل ويريحنا. يا شين ما تسكت انت. اسكت يا نجيب خلاص اسكت. يا رجال انا حكيت معك اشي؟ انا بحكي مع مرتي. انت مرتي اشي؟ خلاص خلاص يا نجيب خلاص عاد اسكت. وبعدين انت وش مقعدت هنيا؟ ورا ما تروح انت قاعدين مع الحريم. اسمع ياها ما ترفع صوتك عليه. تفكرني زيه؟ ايه ايش ولا زيه؟ مش معبي عينك؟ ايش اللي مش زيه؟ خلاص اسكت هذا الحكي بيناتنا. اجل 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 الله يخليك الله يخليك. حطوها في وجهي الموضوع كله والله ما يحتمل. يعني انتم ضيوفي وانتم ضيوفي. تفضلوا تفضل الله يحييكم. تفضل تفضل ويلكم ويلكم. بس عاد امشي. تفضلوا خلاص. تفضل الله يحييك. تفضل 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 تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا في حريم. اشوف ما شاء الله صار العرس وحنا قاعدين ولا علمتونا. يا ابن الحلال ما بعد صار شيء الله يهديك. استرع 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 ابو زعل. وشلون ما صار شيء وهالعالم كلهم متجمعين؟ يا حليلهم وشهم ذولي؟ هذولي يا ابو زعل سواح اجانب. عجيب. نعم يا عمي الحاج جؤمر. يا نجيب ما يقصد. وش جايبهم عندك؟ هذول طال عمرك سواح جايين وخربت سياراتهم وجابهم من ناحية هنية. عجيب. ما قلنا اوامرك يا عمي الحاج. يا ابن الحلال ما هو بنت. فكرت انا نازل يقول لي نجيب نجيب نجيب. اقول يا ابو ضاري هذول وش شغلتهم؟ هذول يا ابو زعل سواح اجانب، يعني يجون يتفرجون على الاماكن الاثريه الاشياء القديمه يعني. عجيب. ما قلنا يا عمي اؤمر وخلصنا. ايش بدك يا شين؟ ما يعانيك. ايش ماله هذا يا رجال؟ انت مين حكى معك؟ اشوف ابو عقاب متكدر. وش فيه؟ اي ابد حتى ولدها عقاب إيه؟ وزعل. هب عذره لو يزعل والله لو يطف في بطنه خبل وحتى. هاي وين امك؟ هالحين يا شين انت يوم انك قاعد ومغلدم ولا تحكي وكله علشان ولدك حتى خبل وعارفين انك خبل. الزم حدك يا ابو زعل، هذا موضوع ما يخصك. اجل. ما قلنا ايوه يا عم الحج. اي خدمة يا شين انت؟ شبلا كلمة حسيت نطيت بحلزي. وش فيك انت؟ وش فيك يا ابو زعل؟ يا ابو زعل الرجال ما غلط، هو يحسبك تنادي. اللي غلطان يقعد في بيت ابوه وامه. لا اله الا الله. ما قلنا تجيبوش سيرة امنا. لا ترفع صوتك لا قوم اليخك هالحين. عجبتني اليخك هادي منك. ايش يعني اليخك؟ اشيل بك وامصط بك تحت. امصط بك؟ طب والله لولا احنا ضيوف على الجماعة لا اليخك. خشي تبين انادي لك ابو طم وخليه يسولف عليك؟ كمان ابو طم؟ ان شاء الله هذه معناها اليخك. ارحم الله. يا ابو ضاري يا ابو ضاري هذا الجونة وحاسونا وحاسوا سالفتنا. الظاهر انك تنسى الموضوع يا ابو عقاب. افا
أجل صار هذا هو العلم يا أبو ضاري. جاك العلم يا أبو عقاب. زين يصير خير يا أبو ضاري. خير ما سويت يا أبو ضاري. مناحي تعال بيك. أقول له لا تحجي يا شيخ، لا تحجي ويحجي لا تحجي. ويزعلون عشاني خوفت. الحين الحين اوريهم شلون التخريع. اقول له لا تحتي لا تحتي يا شيخ لا تحتي. عليكم السلام. يلا حيكم يلا حيكم على عرس مناحي. تفضلوا يلا يا شباب يلا يلا خلنا نفرح ونستانس ونتونس وننسى كل المشاكل. تفضلوا تفضلوا. Thank you.
عقاب عقاب يلا مسيك بالخير يا عم. هلا مسيك بالخير يا مناحي. شلونك الله يحييك. الله يسلمك. تفضل. الله يتفضل عليك مستعجل. يلا نلتقي بكره في الكلية. خلاص. صباح الخير. وانت من انا تمام. مساك الله خير يوا. هلا مسيك برضه والعافية. وينك فيه؟ عبد كنت اذاكر انا ومناحي. أعوذ بالله.